الرحمن الرحيم راح اسوي اسمه سلامي ساسج هذا. راح اسوي اول شيء الدجاج، راح اشوي جامد، خليته على النار، راح اخلي بيه كوب ماء. هذا يستوي زين، هذا صدر مع الدجاج، اي شيء عندكم انتو. انا فخذ مع الدجاج ما عندي صدر، راح اخليه يستوي زين. ومن يستوي زين اطفيه، لان قبل ما يخلص الماي راح اطفيه على مود الجلو ماله. هذا اسمه جبتها من شركة، بس اسويها قدامكم ما بيها نشا. ايش كذا اشوف بالهذا يخلون بيه نشا ويخلون بيه طحين، وما هذا نهائيا ما بيها لا نشا ولا طحين ولا اي شيء. بس نراد لنا واحد من هذا، هذا مع الطرشي، هذا على مود اللون. اذا ما عندكم هذا ممكن اللون مال الاكل البهارات، بس اذا عندكم هذا هم يستعملون هذا. ان شاء الله خطوه بخطوه اشوفكم. هو نراد لنا كوب حليب، ومن هذا واحد، من يسوي الدجاج الباقي يعني اشوفكم. هو شو خليت الدجاج استوى انهرس فرد مرة، بس خليت شوية يظل من ماي لان اكثر الجلاتين بالماي ماله. خليته ساعة كاملة، ساعة كاملة كل شي ما خليت بيها بس ملح. شلون صار؟ هذا ساكله وراح اطلعه واخليه يبرد. وعندي لهذا غير بابريكا وغارليك باودر، ومع شويه جينجر، غارليك باودر شويه جينجر ومع البصل، هذول ثلاثة. وعندي هذا، هذا راح اعصره بالماشين، راح اعصرها بالماشين، لان اهم شيء الماي مال هذا. اذا ما عندكم الصبغ بس اهم شيء الماي مال هذا. هذا مال الطش يمكن تشوفه، بس انا طلعت الدجاج من الماي، اخليه يبرد ساعة كاملة لان كلش حار، ما اقدر اخليه بالماكينة. هي الدجاج ثرمته، يعني عندي واحد من هذا كان عيبية، بس واحد يكفي يعني. هذا هذا مع الطرش، هذا شوية شوية، اذا نحتاج حليب نطش كلش قليل. شوف والماي مال هذا، اول شي راح اسوي هذا، هذا لازم اشم اشم، ما اعرف شلون اقول لكم، حتى بس اريد الماي ماله. ممكن تقدرون تبرشوه تعصروه زين، لان انا عندي هذا الماكينة راح اسويه يعني بهذا، راح ابرشه لان بس اريد الماي ماله على اللحم. ما راح يكفي، هذا هو اللي سويت واحد. راح اطش بيه هذا ريد بابريكا مع شوية حار، كلش طيب يطلع.
وبياض بيضة واحدة 1 اكس وايت ريد بابريكا 1 اكس وايت ويز جارليك اند جينجر بصل وزنجبيل. اذا ما عندكم هذا تقدرون تستعملون فريش ثوم ابد ما مشكلة. على طول عندنا البديل طبعا هذا مع البصل. هذا هو الكافي يعني راح اضربه بالاسمه. وهذا اذا نحتاج شوية حليب شفتوا كلش قليل لان راح نستعمل من ماء الدجاج. لا تنسوا هذا الدجاج فورت بيه يعني بالاسمه الدجاج ما فورت بهذا راح شوية اخذ من ماي. شوفوا شلون صار مثل الجلو لحم الدجاج من يستوي اخير شي من شوية هذا طفوه اخذوا الماي بي وجمدوه وبعدين اش ما تسووا منه اكل تقدرون تسووه. هذا ماي غازي هذا الباسج يعني الدجاج مستوى ما هذا حتى فوق البيتزا طبعا شيء طيب جدا. فأي شيء قبل ما أقدم لكم هو استعمل واني البيت وهذا نجدكم من الشركة حتى يشوفوا. شوفوها أني طلعت جيلاتين بس ما نحتاجه يعني ما إلا جيلاتين هو هذا. هذا مع اللحم مع أي شيء لأن إذا اللحم يستوي عندكم تشيلوه على غير شيء مرة ثانية. إذا يجمد هو هذا عبن جامد بشوية نشا وهذا هو. هذا عندنا حيل غالي
$5 أكيد overseas أرخص. هذا راح أنا أخليه بشي أنتو بكيفكم. أنا عندي هذا راح أقصه. يبين مع السفن مع الجينجر راح أقصه مصه وراح أخلي هذا بي وراح أخليه يجمد منها اليوم الباكر إن شاء الله. أشوفكم هو مرتلة والحكيتي إنك لأني ما أحب لا اللحم ولا الدجاج بس يعجبني أسوي هاي الشغلات. أني ما أحب أكل لا لحم ولا دجاج. أكلة ما بيها لحم ودجاج أريد أكل كلها ذاك الأكل من هذولا بيها ما أقدر. انتم ما عندكم هذا الاحمر مال المخللات مال الطرشي هذا شو عندك؟ ممكن تحول من فوق الدجاج تاخذي بصل احمر اذا عصر لان هذا البديل غير بديل مع الصبغ. يمكن هذا الصبغ مع الاكل مع ممكن تجيب هذاك عليها شوية بهذا الاسمه حتى تشوفوا هاي تقدم هاي للمدارس الولاد. هذا تخلوه الاسمه يجمد زين. هذا هو ما تقدرون بسرعة حتى لا يغلي هذا. هذا تقدر نسوي هذا الحجم. هاي هذا الساسج تريدون. انا عندي هذا راح ادهن شوية. اي نوع دهن عندكم؟ هذا ما نفوره بعد راح اخلي على الفريزة يجمل. اي شيء تختارون انتو تريدون تسوون مثل هذاك سويته قدامكم. هذا فوق البيتزا مع البيض. مع المكرونة مع اي شيء يروح على. احسن ما تجيبون برا. هذا الجلد مال الدجاج ابد لا تستو حتى. هو الساسج طعمه بالجلد طبعا. اقل شيء هذا قدام عينكم تسووا بيكم. هذا كذي ممكن اسوي كذي.
هذا وهذا راح اخليه حتى يجمد زين من هنا لباكر، هذا ما يصير عليه حتى لا يطفوا اي شيء. لان الجو عندنا بارد ما يحتاج انا اخليه بالثلاجة. طلع هذا الاسم ماله، هذا خليه يجمد منها اليوم لباكر، وهذا لا هذا للبيتزا الكول شي يصير، بس خليه يجمد هذا هو لان الدجاج استوى زين قدامكم. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. ثانك يو. سويته هذا اشقد ما يجمد حيط طيب يطلع طبعا، هذا حتى ينأكل مع طماطة بالدهن مع بيض كل حتى كلش طيبة. طلعته هذا طبعا كلش طيب حتى هيك ينأكل. تبون تجربوها ما تخسر. اتمنى من الله تجربوها، واذا جربتوها بالف الف عافية مقدمة. واني اشكر كل اللي انطاني لايك، وهذا حزين للمدارس للولاد للبيتزا بيض مع البيض طماطة بالدهن كلش طيبة صدقوني، حيل بسيطة وما اقدر اقول لكم ايش قد طيب. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم.